واحد مختل عقليا مسكين كان في مستشفى المجانين وياكل في وسخ تاعو، ياكل في القذاره تاعو، ربي يشفيه مسكين، بالرغم من انه من عائله، هو من عائله محترمه بصراحه، من عائله محترمه بصراحه باش منا، لكن هو خرج حرامي. العائله نتاعو حلاليه، والعائله نتاعو ناس متدينين وناس متخلقين وناس يعني عائله معروفه في برج غدير، معروفه عائله خبابه في برج غدير معروفه. انا نعرف المحامي بخبابه، نعرفه انسان متدين، انسان متخلق، لكن خرج واحد في العائله مختل عقليا ياكل وسخ تاعو. كانوا رايحين يطردوه، دخل المستشفى قال لهم ولا ياكل في الوسخ تاعو باش يديروه مهبول، لقاوه بالفعل شويه مختل، رموه للاخر عطاو له اللجوء. هذا المختل يقول ان السعيد بن زديري يكذب، يتهموني بالكذب، وانا الحمد لله قلت لكم متربي في عائله محترمه وعائله متدينه، وممكن نفعل امور كثيره، لكن الكذب لا، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم سالوه هل المسلم يفعل كذا؟ نعم. يفعل كذا؟ نعم. يفعل كذا؟ نعم. يفعل كذا؟ نعم. لا يفعل كذا؟ قالوا هل يكذب؟ قالوا لا، الا الكذب. المسلم الا الكذب. ممكن يزني وربي يغفر له، ممكن يشرب الخمر وربي يغفر له، ممكن يعني يدير كما يقول لك الناس بعض المحرمات الموبقات وكذا وكذا، نعم يفعلهم المسلم. يفعلهم المسلم. ويتوب، ربي يتوب عليه ويتوب. لكن الكذب لا. إلا الكذب مسلم لا يفعل. المسلم لا يكذب. أنا بناء على هذا يعني على هذا الحديث النبوي وعلى هذه العادة والتقاليد اللي تربيت عليهم منذ كان في عمري 8 سنين 9 سنين، ونعرف الوالد نتاعي الله يرحمه، أنا والوالد تاعي كي مات خلاني في عمري 11 سنة. يعني شوية 11 سنة تاع بكري مش كما درك. نشفى. يوصيني يقول لي تكذبش إلا الكذب. تكذبش. كي نقول لك روح تقرا القران عند الشيخ سيد الراجي الله يرحمه كان يقريني القران، كي نجي نكذب يقول لي تكذبش، رحت ما رحتش، نقول له ما رحتش، هربت ما رحتش، يضربني الفلاقه، يشد لي رجليا سيد الراجي الله يرحمه بكري كان يقرينا، اللي ما يحفظش مليح مليح صبوا الصلصال، احنا كنا باللوحه والصلصال، اللي ما يحفظش الايه مليح مليح ولا الصوره بالله وليت نخاف نهرب. اذا يقول لي ما تكذبش، قول لي ما رحتش وما تكذبش عليا. يعني الامام صلي معاه المغرب يقول لي ما جاش ابنك. اذا ردي بالك، ردي بالك تكذب. اذا تعلمت من صغري الا الكذب، ما نكذبش. ندير كل شيء الا الكذب، ما نكذبش. كل مره نقول لكم يا ناس انا لا اتكلم بدون دليل. انا لا اتكلم بدون برهان. انا لا اكذب لاني لست مضطر للكذب، علاش نكذب؟ كي نقول لكم حاجه ما نكذبش. اعطوني مره كذبت عليكم. ممكن نغلط نعطي معلومة غالطة، لكن كي نتأكد أنها غالطة نعتذر، قال سمحوا لي البارح أني قلت لكم باللي كذا وكذا، اليوم راني اكتشفت باللي هذا ليس كذب، هذا خطأ، جل من لا يخطئ. ممكن نغلط وعندما أدرك أنني على خطأ أعتذر، لكن أن أكذب ونبقى مستمر في الكذب أبدا. وأنا في عمري 6 سنين ما نكذبش الحمد لله، وتعودت إلا الكذب. إذا أنا قلت لكم أنه الخائن العميل عبد العالي بن عزوق والد الخائن العميل الرويبض العاتق المخنث أمين بن عزوق، قلت لكم أنه كان شاهد ضد وزير الدفاع السابق خالد نزار، وقلت لكم أنه جبان وحقير كان هارب في قهوة في الكوام مخبي وما دخلش، وخرجت ليه وحدة من الجماعه اللي كانوا لداخل وسبته طيحت له بزقت عليه في وجهه. يخرج علينا هذا اللي ياكل وسخ تاعو، هذا واحد اسمه خبابه وعائله خبابه بريئه منه لانه شوه لهم صورتهم وخلاهم يعني حديث العام والخاص. مسكين مريض مختل عقليا قاعد في تولوز قاعد يشحت هكذا مسكين، ربي يشافيه. يخرج يقول باللي بلوز ديره كذاب وكذا، يدافع على هذا بالعزوق لانه وجدته فرصه، لانه هو شاد حسيفه لبن زديره، اي حاجه يقولها بن زديره ماذا به يكذبه، يقول راه يكذب. لكن قلت لكم انا ما نكذبش. خلونا نسمعوا واش يقول هذا اللي ياكل وسخ تاعو، ونسمعوا من بعد الرد. كانوا بعض الاخوه اللي كانوا
حاضرين معايا. عبد العالي بالزق، عبد العالي بالعزوق لم يكن من الناس اللي هما شهدوا في المحاكمة، كان حاضر نعم مثله مثل هشام عبود، هشام عبود كان حاضر لكن لم يقم بالشهادة. واسمه عبد الوهاب قزوحة نفس الشيء كان حاضر، إبراهيم يونسي كان حاضر، كانوا حاضرين في المحكمة وكل شيء راه موثق، يعني المحكمة الفرنسية راه موثقة هذيك المحاكمة بصوت وبصورة. أنا كنت من الحاضرين، كنت مجرد كما يقولوا فضولي هكذا، حاب أن نعرف وش يجري في المحكمة، ولم أكن أعلم أنا بالموضوع. اللي قال لي بأنه راه كاينة محاكمة هو إبراهيم يونسي، وعرفته عن طريق أحمد طلب إبراهيم، وإلا ما كنت نعرفه ولا نلتقي به. فالكلام نتاعك اللي قلته كله كذب، كل شهادة زور ضد إنسان ميت، دخلته أقحمته في صراعك مع هذا عبد العالي بلا هذا واسمه هذا أمين بالعزو. أوكي. هذا المختل العقلية اللي يأكل وسخ تاعو وش يقول؟ يقول لك أنه بنزدالة يكذب، عبد العالي بالعزوق كان حاضر في المحكمة الداخل وما كانش شاهد، وكان حاضر معنا في المحكمة وإحنا شفناه وكذا، وقال أنا كنت حاضر نفس الشيء في المحكمة لكن أنا كنت قرادة طفيلي، جيت نحضر باش نتفرج، يعني ما هو حاضر لا شاهد لا مع سويدية، لأنه نكرة واحد ما يعرفه. إذا سويدية كيفاش يدير واحد نكرة يشهد معاه؟ نكرة وشكون يعرف؟ واحد ما يعرف في اليوتيوب والفيسبوك يتبعوه 200 300، يخرج يحلل في الناس. شكون يدخل معايا في اللايف يدير معايا لايف يحلل في الناس 12 تعليق على واحد، الناس راقده، هو خرجوا يديروا معايا لايف، اي نسبوا بنزيره وخرجوا يديروا معايا لايف. اذا هذا المختل عقليا هدايا يقول باللي انا رحت سمعت، رحت نحضر كي القراده قمله يحضر يلصق سويديه، ما كل ما يطلوش كشاهد لانه ما يعرفوش وما يسمعش بيه. نزار طبعا وش من المستوى هذا باش يعيط له؟ يعني نزار يعيط للشهود؟ إذن هو جاء حاضر وحده، لكن يشهد شهادة الزور يقول أنه عبد العالي بالعزوق لم يكن حاضر. بالعكس يقول كان حاضر في المحكمة وكان الداخل معانا وكان كذا. اسمعوا رد بالعزوق وش يقول. كيفاش تابعت المحاكمة؟ كيفاش تابعت المحاكمة؟ والله أنا على بال أنا كنت في القائمة وأنا داولي، يعني قعدت أنا وسي إبراهيم قعدنا في واحد المقهى كبير وانفصل بالي جوستيس، وخرجت فاتحة بعد ما خرجت فاتحة لحيت ايه جات زقي عليا وكيفاش ومن يعني قالت لك علاش ما جيش تشهد مع سويديا؟ قلت لها انا يا اخي ما كيش فاهمة يا اخي، قلت لك ليك وقلت للجاز باللي انا يا ما هذا الامر هذا يا ما نقدرش نشهد، ولو كان نشهد ممكن يعني نشهد ضد 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 سويديا اكثر من اللي، لانه الامر كان هكذا بين سويديا ونزار. بصح انا في هذا نقدر ندير ملاحظه، وهو انه ننظم الدفاع تاع سي خالد اخطا في الاستراتيجيه، لانه جاز كان خايف بزاف من انه يدمروا له الوسائل هذه اللي كان معتمد عليها سويديه وسمراوي، وسي نزار كان قادر يظهر بين الناس هذو. طيب سيد احنا مش موضوعنا المحاكمه، لكن موضوعنا كيفاش تابعت. اذا فهموني درك واش نصدقوا السيد المعني بالامر الحركي الهارب من الجيش الوطني الشعبي في 95 عبد العالي بالعزوق اللي يقول نعم كنت حاضر لكن كنت قاعد في القهوه في القند، انا وواحد كنا قاعدين في القند متخبيين، و الكلام اللي قلت لكم انا قلت لهم كان قاعد في قهوه مقابل المحكمه ومخبي ويستنى في النتيجه، قال ما حضرتش، قال كان اسمي مسجل، يعني انا ما كذبتش، انا ما كذبتش قلت الحقيقه، كان اسمه مسجل في القائمه كشاهد لصالح سويديه ضد وزير الدفاع السابق خالد نزار، لكنه ولانه جبان وخائن وعميل، جبان وخائن وعميل، تخبى بالرغم من انه خلص من عند جاز، لانه جاز فرانسوا جاز خلصوا
عطالو حقه باش يحضر شاهد، لكن في الدقائق الاخيره خاف لما شاف نزار وابن عمي خالد نزار نشهد قدامه. شبيك يخافوا من نزار في فرنسا عندهم وين طالبين اللجوء في باريس ويخافوا منه. طاحنا كي شوفوا السبع يبولوا تحتهم. اذا هذا واحد من الجبناء كان مخبي في القهوه. كي كملت المحاكمه هو يعترف يقول لكم جاتني واحده من طرف جاز وسبتني، وهو ما قالش بزقت عليا وضربتني، ما ضربتوش، بزقت عليه تفوه انت ماكش راجل. قلت له جاز راهو قال لك نشلح لك البنطلون. اذا واش نصدقوا؟ نصدقوا المختل عقليا خبابا ليا كل سخط تاعو ومازال لحد الان يعالج من امراض نفسيه وامراض عقليه ويقول بلي كان في القاعة معانا وبنزدير يكذب، أم نصدقوا المعني بالأمر الخائن اللي يقول أنا كنت مسجل اسمي نعم لكن كنت في القهوة. سعيد بنزدير قال لكم الحقيقة. سعيد بنزدير لا يكذب، لا يكذب، لأنه ما عنديش سبب علاش نكذب، علاش نروح نفتري على السيد ونقول بلي كان شاهد وهرب ما حضرش كان قاعد في القهوة وخرجت ليه واحدة سبتو، علاش نقولها؟ علاش نزوق نقولها لو كان مش حقيقة؟ لكنها حقيقة. إذا هذا خبابة اللي مختل عقليا وياكل وسخ تاعو نقول له احشم احشم، راك جبت العيب لعائلة خبابة، راك جبت العيب لعائلة خوك المحامي المحترم وخوك الضابط المحترم، لأنه عنده خوف المخابرات ضابط محترم لا داعي للحديث عنه طبعا لأنه من الضباط المحترمين ما سمعت عليه غير الخير، وعنده خوه محامي اللي نعرفه شخصيا وإنسان محترم وحاج بيت ربي وإنسان يعني من خيرة الناس، لكن للأسف الشديد هذا المختل عقليا كل مرة يعني يضطرني للحديث على عائلة خبابة واستثناء الشرفاء مع التركيز على هذا المختل عقليا اللي ياكل وسخ تاعو، ياكل وسخ نتاعو ياكلوا باش يعطولوا أوراق اللجوء. تخيلوا يجي يتهم بنزديرة بالكذب، بنزديرة لا يكذب، بنسديرة لا يكذب، أوكي؟